السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم ماذا قال مدرب المنتخب الوطني الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش. لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلكم كل جديد. إذن نشط اليوم مدرب المنتخب الوطني الجزائري الجديد فلاديمير بيتكوفيتش ندوة صحفية، وهذا قبل الدورة الودية التي ستقام بالجزائر. ودفع المدرب الجديد للخضر بيتكوفيتش عن خياراته بخصوص القائمة الرسمية التي استدعاها لهذا التربص، وبخصوص اللاعب ياسين عدلي الذي صرح بأنه يريد اللاعب لفرنسا. قال بيتكوفيتش: ياسين عدلي موضوع متكرر، لا يهم ما قاله، ما يهم هو أنه يلعب للميلان ويلعب بشكل جيد، سنذهب أنا وهو لتناول الطعام معا، وليس بالضرورة من سيختار فرنسا أو الجزائر، الجميع يريد أفضل اللاعبين، أليس كذلك؟ وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.